الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. إزيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة 13 من محاضرات البوت ستراب، وهنكمل فيها التعامل مع نماذج الجزء السادس. طبعا الفورمز طولت شوية معانا، بس هي الفكرة إن إحنا بنحاول نلم أكبر قدر من الأفكار علشان نقدر يعني نتعامل مع مواقف مختلفة. النهاردة إن شاء الله هنحاول نعمل زرار يكون ليه زي تكست أو أيقونة من الأمام وأيقونة منين من الخلف، والتكست فين في النص. وعايزين كمان نعمل زرار بيكون مرتبط ليه يعني بوتون، يكون فيه ابتدى مربع نص يكون فيه بوتون. يبقى عاوزين نعمل مربع نص يكون فيه تكست من الأمام وأيقونة من الخلف، وكمان يكون عندنا مربع نص فيه إيه زرار. تعال نشوف الكلام ده هيتعمل إزاي في البوت ستراب وعن طريق الاتش تي ام ال. على الملف الاخير اللي احنا كنا شغالين عليه وفي الحته ديت، طبعا كده هنعمل بي ار تاج، وكمان هنعمل اتش ار تاج. لا ده شكل اوكي. وبعد كده هنبتدي نعمل ديف جديد، وليكن ديف تمام كده. والديف ده هندي له كلاس، الكلاس ديت هتبقى انبوت جروب. انبوت ايه؟ جروب. انبوت داش جروب اهي، اللي هي دي تمام كده. تمام. وبعد كده هنبتدي نخش نعمل ديف كمان، ديف كمان، وهندي له كلاس، الكلاس ديت هتكون انبوت جروب ابند. انبوت جروب ابند تمام كده. وبعد كده هنبتدي نعمل سبان، سبان تمام كده. والسبان دوت هيبقى فيه التكست اللي احنا عاوزينه يظهر فين في البدايه. هنعمل سبان، سبان بالشكل دوت، والسبان ده هيبقى ليه كلاس، الكلاس دي هتبقى انبوت جروب تكست، جروب تكست تمام كده. وهيكون فيها علامه الايميل اللي هي زي كده تمام كده. تمام. طيب وبعد كده بعد ما نقفل السبان دوت ديليت تمام كده ديليت، هنبتدي نعمل الانبوت بتاعنا. هنعمل انبوت تمام كده، والانبوت دوت هيكون من التايب بتاعه تكست، التايب بتاعه تكست تكست اوكي. وهيكون عندنا كلاس فورم كنترول، كلاس فورم كنترول داش كنترول اوكي اوكي وبعد كده هنعمل برضو مع الكلاس ديت هنعمل حاجه اسمها راوندد رايت، راوندد داش رايت تمام كده. تمام. وبعد كده هنخلي التكست بوكس ده required، require مطلوب يعني بهذا ايه بهذا الشكل تمام كده. تمام. وهنقفل الانبوت على كده تمام كده. هنعمل حاجه اسمها ال invalid feedback. يبقى بعد الانبوت دوت هنبتدي نعمل ديف تاني، ديف بهذا الشكل، وهندي له كلاس، والكلاس دي هتبقى invalid دي فيدباك تمام كده، انفاليد فيدباك تمام. وهقفل الديف دوت واخش جواه وهكتب كده ادخل اسم المستخدم من فضلك، ادخل اسم المستخدم كنترول اس، وتعال نشوف اللي هيحصل ايه. طبعا جيت هنا في المعاينه هبص ده في علامه الات هنا جت ظهرت تمام. تعالى بس هنضيف 12 عشان نشوف اكتر، ادي مربع نص اهو تمام كده. وادي علامه الات ظاهره من ناحيه ايه؟ من ناحيه اليمين، وادي التكست من ناحيه ايه؟ اليمين. بهذا ايه؟ بهذا الشكل. يبقى قدرنا ان احنا نحط سبان كده، وفي العلامه ايه؟ العلامه على الجنب ديت تمام. تعالى نشوف كده شويه تاني ونعمل حاجه زي الفايل براوزر، حاجه زي الفايل براوزر. تعالى نيجي هنا في الدريب ويب، وهنيجي تحت هنا عند اخر حاجه، وبرضه هنعمل بي ار تاج، بي ار تاج عشان ناخد مسافه بيها، بي ار تاج، وهناخد كمان اتش ار تاج
وتعالى نشوف اللي ممكن نعمله. هنعمل ديف برضو، وفي الديف دوت هنعمل كلاس، والكلاس دي هتبقى كاستم فايل. كاستم داش فايل اهي موجوده، كاستم فايل. اوكي، ونقفل الديف ونخش جوه الديف دوت ونبتدي نعمل انبوت. الانبوت بتاعنا كده وهنديله تايب فايل. تايب ايه؟ فايل. فايل تمام كده، ونديها كلاس كاستم فايل انبوت. كلاس كاستم كاستم فايل انبوت هي ديت تمام كده، وهنديلها اي دي اي دي وليكن كاستم فايل. كلاس فايل زي بهذا الشكل، وهنقفل الانبوت بتاعنا تمام كده. وجوه بعد كده هنحط ليبل، ليبل والليبل دوت هنحط فيه كلاس. كلاس الكلاس دي هتبقى كاستم فايل ليبل. كاستم داش فايل ليبل اللي هي دي. اوكي تمام كده. وبعد كده هنديله فور، فور والفور دي هتبقى كاستم فايل بهذا الشكل. على الليبل، وجوه الليبل ده نختار ايه؟ نختار بتاع غلاف الغرفة كنترول اس و F12 بتاع نشوف اللي هيحصل. ده التكست بوكس اللي قدامه علامة العت بهذا الشكل تمام كده. وده التكست بوكس او المربع اللي هو بتاع رفع ايه الملفات. لو ضغطت عليه كده يا جماعه على كلمه البراوس دي هيبتدي يفتح لك مربع الحوار الخاص بمين؟ برفع ايه؟ برفع الملفات بهذا ايه؟ بهذا الشكل. بكده خلصنا الحلقه دي النهارده، وتعرفنا ازاي نعمل تكست بوكس، والتكست بوكس ده يكون ليه بريبندنج سبان بشكل دوت في تكست، وكمان يكون في عندي تكست بوكس او انبوت تكست بوكس تمام كده، ويتعامل معاه زرار زي زرار ريد براوس زي كده اللي هو بالشكل دوت، بحيث ان انت تعمل رفع للملفات او حاجه زي شبيهه برفع ايه؟ برفع الملفات. تمام تمام اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير دي، واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه. وكل كل الشاكرين، كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.